وضع فهد بن نهفل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية الموسم الرياضي الجديد. والهلال أعلن في وقت سابق التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو غارديم بالإضافة إلى ظهير القادسية حمد اليامي والمهاجم المالي موسى ماريغا من بورتو. ولكن بن نهفل قرر عدم الاكتفاء من هذه الصفقات خاصة بعد الهجوم العنيف من جماهير الهلال عليه بسبب فشله في ضم نجوم كبار خلال الفترة الماضية. ويعمل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال على حسم 4 صفقات كبرى خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع التخلص من عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم على النحو التالي. قلب الدفاع، وضع بن نهفل التعاقد مع المدافع الشاب حسان التنبكتي قلب دفاع نادي الشباب على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الحالية. وتقارير صحفية كشفت عن تقديم الهلال عرضا إلى الشباب بالحصول على خدمات التنبكتي مقابل مبلغ مالي زائد هاتان بهابري محمد جحفلي أو متعب المفرج. ويرغب الهلاليون في حسم صفقة التنبكتي قبل تدخل النصر والذي أعرب عن إعجابه الكبير باللاعب وسط أنباء عن اتجاه خالد البلطان رئيس الشباب للتخلي عن اللاعب لمصلحة الزعيم بدلا من العالم. ثانيا الظهير الأيسر، فهدف الهلال الأول كان التعاقد مع محمد قاسم الظهير أيسر الفيصلي والذي سيصبح لاعبا حرا في 30 من يونيو الجاري. ومع اقتراب قاسم من ارتداء قميص النصر اتجه بن نهفل على الفور إلى خيار خليفة الدوسري نجم القادسية الشاب وسط تفاؤل بحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن. ثالثا صفقة مركز رقم 9، هذا المركز شغله العديد من النجوم في الهلال أبرزهم البرازيلي التاريخي كارلوس إدواردو وحاليا الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والذي يلعب كصانع ألعاب أيضا والأرجنتيني لوسيانو فيتو. وإدارة الهلال قررت التخلي عن واحد من الاثنين جيوفينكو أو فيتو وذلك بعد استطلاع رأي غارديم والتعاقد مع بديل جديد حيث تتجه الأنظار كلها إلى البرازيلي جواو بيدرو لاعب كالياري. وفي خبر عاجل أعلن وكيل أعمال جواو بيدرو تقديم الهلال عرضا رسميا إلى كالياري بقيمة 18 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي. رابعا صفقة الجناح الأيمن، فرغم إبداعه مع الهلال في الموسمين الماضيين إلا أن البيروفي أندري كاريلو جناح أيمن الفريق الأول شهد تراجعا كبيرا في المستوى خلال الفترة الماضية، ولذلك بدأت أحاديث كثيرة داخل الهلال باحتمالية بيع المدة المتبقية من عقد كاريلو خاصة مع وجود اهتمام من بشكتاش التركي وبعض الأندية الألمانية والبرتغالية. ويتحرك بن نهفل في الوقت الحالي للتعاقد مع بديل كاريلو حيث اختار النجم البرازيلي العالمي لوكاس مورا جناح نادي توتنهام الإنجليزي. وهذه التحركات أكدها الإعلامي الموثوق فابريزيو رومانو في خبر عاجل بإعلانه وجود اهتمام كبير من الهلال للتعاقد مع لوكاس مورا في الصيف الحالي. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.